جتني استشارة وسؤال بطرحه عليكم. ريايين ما يحبون التجميل، بوتوكس، فيلرز، عمليات تجميل على نسائهم، بس يحبونه على الزوجة الثانية. عاد ياخذ الزوجة الثانية عكس الأولى. زين الأولى أصلا تبغى تسوي، ليش ما خليتها؟ ليش ممنوع؟ ولما جيت اخترت وحدة ثانية عكس تماما الأولى، كل اللي أنت قلته لا تسويه هيج فيها كل شيء. طب ليش؟ استانس ويا حرمتك، خلي حرمتك تسوي لك وهي تكون سعيدة معاك. دائما أنا أقول تبى تتزوج الثانية لكن استنفذ علاقتك مع الأولى. عطي الأولى مساحة إنها هي تسوي لك كل شيء، بحيث إنك أنت فعلا تشوف هل الحرمة قصرت ولا لا. كثير من الاستشارات التيني تقولي دكتورة أنا ما قصرت، أنا شو سويت؟ عطيها مجال إنها ما تقصر. ذيك الساعة لما أنت يا أما تغير رأيك ما تأخذ الثانية، لأن هي ستسوي لك كل اللي أنت تباه، كل اللي أنت في خاطرك تسويه. وفي نفس الوقت لو خذت الثانية ذيك الساعة موضوع آخر، خذت لي أسباب أخرى. بس تي تأخذ لي الثانية وانت قايل حق زوجتك تجميل لا تسوين، بوتوكس فلز انا ما احب ما يعيبني، لكن والله الثانية عكس تماما تروح وترد، اصلا انت مختارنها شي. هالشي يعني يعطي المرأة تتضايق، تقول ليش ما خليتني؟ يعني ليش ما عطيتني الفرصة اني اسعدك؟ عطيها الفرصة، واعطي نفسك الفرصة، عطي نفسك الفرصة. صدقني ما بكل شيء في التعدد، ممكن تلاقي راحتك في وحدة، ما له داعي تاخذ 100,000 وحدة، يعني تعرفون شو قصدي. الله يغمضوني الحريم.